الإيمان إلى أن تبدأ أو أن يؤذن لصلاة فجر هذا اليوم الكريم، نستمع إلى الابتهال والتوشيح والدعاء والمبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا صلِّ يا ربي وسلِّم على النبي طه السعيد، لا وحقك لا أحب أن أكون كما أريد، بل مرادي منك أني عن مرادك لا أحيد، يا مرادي بل وعوني أنت لي ركن شديد، عن ثنائك قد عجزنا والأيادي قد تزيد، قد وهبت الكون طرا محض فضلك يا مجيد، وبعدلك أو بفضلك ذا وصول أو صدود، فلظى بالعدل تولي والنعيم لمن تريد، ليس ينفع بعد مال لا ولا يجزي الوليد غير إحسان وفضل منك حقا قد يفيد، وحما طه التهام يحتمي فيه العبيد، عندها يأتي المشفع فيوافينا السعود، ولدى العرش يناجي يا رحيما يا ودود، ولدى العرش ينادي يا رحيما يا ودود، أمتي والناس طرا فيناديه الحميد، يا حبيبي يا محمد قد وهبتك ما تريد، يا حبيبي يا محمد قد وهبتك ما تريد، قم إلى النار وطأها وانهي وأمر يا سعيد وتمنى
تطمئن ويوافيك المزيد وتمنى تطمئن ويوافيك المزيد في الضحى يا عرش وصفي في الضحى يا عرش وصفي قد وعدت ولا أحيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول